السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباشرة من جماعة عين عتيق شارع الحسن الثاني، الأشغال متواصلة. الأشغال متواصلة وعملية الحفر هنا وهناك، يمين يسار، الله يسخر الأمور. هاد الشارع هذا اللي غادي تشملو التوسعة وغنشوفو في حلة جميلة ان شاء الله، بعد ما تسالي فيه الاشغال غنشوفو فيه عملية الاسفلت، غنشوفو فيه اعمدة كهربائية بجودة عالية، غنشوفو فيه العملية ديال الجارديناج، يعني غنشوفو حوايجات زوينين. بداو لينا بالقوادس هنايا، بداو كيحفرو وكيحطو القوادس، خدمة كبيرة كدار، كل واحد المسافة خدامين فيها واحد الفريق اللي صراحة مجهودات كبيرة وسباق مع الزمن باش نشوفوا ان شاء الله الطريق عما قريب في حلة جميلة. كما كتشوفوا معنا مجموعة من المعدات، العشرات ديال الجرافات، العشرات ديال الآليات، العشرات ديال الشاحنات، كل شيء خدام. ما كاين غلا يعطيك الصحة، ما كاين غلا يعطيك الصحة. كما كتشوفوا دائما مشاهدينا الكرام، هذه الطريق الوطنية رقم واحد شارع الحسن الثاني، الإخوان خدامين هنا في اليسار عاود، يعني كل فريق كيشد واحد المساحة كيخدم عليها وكيتلاقاو في واحد النقطة، كيتلاقاو في واحد النقطة باش الأمور كتجي مسربية. هذا هو اللي كنشوفوا معايا عاوتاني هنا، كنلقاو هاد المجموعة خدامين كما كنقولوا يدو في يد خوه. هنا كذلك اقصى اليسار كما كتوضح الصوره، تبارك الله خدمه كبيره كدار. هنايا كنشوفوا الجي سي بي كتهبط لينا، كتهبط لينا القوات هنايا، الله يسخر الامور. هاد الشارع هذا لطالما انتظرنا هاته الاشغال، لكن المجالس المتعاقبه على الكرسي ديال جماعة عين عتيق، ولا واحد قدر يدير شي حاجة في الطريق، حتى من الحفار اللي كانوا فيها عمروا لسنوات، حتى واحد ما قدر يجتهد ولو يعمرهم غير بتشوفنا، يعمرهم غير التراب الحمر. وربما الصورة قدامكم خير دليل، الحفارة باقا شاهدة عليهم ليومنا هذا. فكنبغيو نشكرو السلطات المحلية على المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها، وكذلك على رأسهم السيد الوالي اليعقوبي، صراحة شفنا مع تغييرات مهمة هنا في عمالة تسخيرات تمارات، كله ما غاديش يبقى، هادشي كله العشوائية، الحفار، الروينة هادي ما غتبقاش، هادشي كيبشر بالخير، هادشي كيبشر بالخير. كنا كنتمناو هادشي نشوفو شحال هادي، ولكن جات المناسبة اللي إن شاء الله تكون هادي بداية الانطلاقة، وكنتمناو من المجالس اللي تصابوا لهم الطرقان والمسائل اشراف السيد الوالي اليعقوبي يديروا لهم المواكبه ويحافظوا عليهم، ما يتسناوش حتى تجي شي مناسبه اخرى. دائما مباشره من عين عتيق، عين عتيق الناس اللي عندهم شي معلومه على الاسم ديال عين عتيق، شي توضيح بخصوص هذا الاسم هذا، وغادي نختموا معاكم ان شاء الله وليا فراسكم، ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.